عبد ليه دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول مرة. الناس اللي عايشة بقى هناك وربنا يعني كاتب لها ان هي او ميسر لها حالها في ان هي تبقى كل صلاة في الكعبة، عند رؤية الكعبة برضو لأول مرة الدعاء مستجاب ليهم؟ هو احنا بنركز على انه المواطن دي سواء كانت لرؤية اول مرة او تاني مرة او مليون مرة او كل يوم او كل فريضة او في كل وقت، دي مواطن ثابتة، بس الواجب عليا ان انا اخد بالاسباب، الواجب عليا ان انا اخد باسباب استجابة الدعاء، زي ان انا يكون عندي التوحيد خالص لله عز وجل، يكون مطعمي ومشربي حرام، حلال. ما يكونش عندي حلال، ما يكونش حرام، ان انا ما يكونش فيه مظلمة عندي، ان انا ظالم حد، ان انا ما اعتديش في الدعاء، ان انا ادعو الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا، ان انا ادعو وقبل ما اجي ادعي افتكر عمل صالح تقربت بيه لربنا، ودي من ضوابط استجابة الدعاء. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا السلام انه تفتكري عمل صالح انت عملتيه لله، يعني اطعمت حد جائع، كسوت حد عريان، عملتي مصلحة لحد كان عايز يعمل مصلحة ومش عارف، فانت عملتي له المصلحة، عملتيها ابتغاء وجه مين؟ وجه ربنا الله. سبحانه فقبل وتعالى. ما تدعي افتكر العمل الصالح ده، ليه؟ لانه الاعمال الصالحة زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الثلاثة اللي دخلوا الغار قالوا اعلموا انه لا ينجينا مما نحن فيه الا اذا تذكرنا اعمالا صالحه تقربنا بها الى الله، فنخلص ويكون صحيح عندي يقين ان ربنا مش هيردني وهيقبلني سبحانه إن وتعالى. شاء الله.